الثاني الله يسامحك اللي تطرقت له، في حال طبعا الطلبات الملغية في دائرتكم الموقرة تم إلغاء 10 طلبات فقط خلال هذه الفترة، وكانت لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول إما أن الأسرة لم تستوفي شروط الإقامة، فكانت الأسرة بجميع أفرادها كانت مقيمة خارج البحرين، فلذلك سقط أو ألغي طلبهم، وبعضهم لم يتم انطباق الشروط لتكوين أسرة، ممكن أنه حدث انفصال أو طلاق، فهذه بعد سبب آخر. وفي سبب ثالث الله يسلمك، أن في بعضهم كان رب الأسرة تملك عقار سكني وكانت مساحته تقريبا 447 متر مربع، فهذه كانت أسباب لماذا تم إلغاء 10 طلبات في دائرتكم الموقرة. ولكن بشكل عام إحنا ما يتم الإلغاء أو يتم اللي بيتم إلغاء الطلب، المواطن عنده فرصة سنتين يحدث بياناته وتلقائيا يرجع الطلب قائم مثل قبل، حتى ما لا يحتاج ان احنا نتدخل ولا يحتاج ان احنا يعرض على لجان تظلمات ابدا. في هناك نظام تمشي عليه الوزارة، في حال تم إلغاء الطلب عنده المواطن سنتين يعدل بياناته ويعدل ويقدم جميع المستندات اللي تثبت حقه في هذا الطلب، ويرجع مثل ما نقول تلقائيا في